منتخبنا الوطني مواليد 2003 بقياده الكابتن محمود جابر يستعد ان شاء الله لبطوله امم افريقيا اللي هتكون في مصر في فبراير المقبل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. يعني منذ ايام قليله كان عندهم معسكر وانتهى، وفي شهر ديسمبر المقبل هيكون عندهم معسكر تاني. نروح نطمن من الكابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر على منتخبنا الوطني. تحياتي ليك يا كابتن كرم. تحياتي لك يا كابتن اسامه، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك. طمنا على منتخبنا، منتخب 2003، خاصة ان الجماهير المصرية بتعقد امال كبيرة جدا على هذا المنتخب بعد الاداء الرائع في البطولة العربية في السعودية. طبعا الحمد لله، طبعا الاداء الرائع اللي كان في البطولة العربية ادت ثقة للجمهور المصري فينا ان الفريق عنده المقدرة والقدرة ان شاء الله ان هو يحقق الطموح او الهدف ان احنا نوصل ان شاء الله لبطوله افريقيا نحصل عليها، والوصول طبعا لكاس العالم ان شاء الله. عشان برضو المشاهد وهو بيتابعنا، البطوله هتكون في فبراير في مصر صح كده؟ اه ان شاء الله في 18/2 ان شاء الله. 18/2 اللي بيوصل لكاس عالم كم فرقه؟ اربع فرق. اللي بيوصلوا الدور قبل النهائي الاربعه بيوصلوا لبطوله كاس العالم ان شاء الله. طيب ان شاء الله تكون لنا نصيب ان شاء الله. واحنا بنتكلم البطوله خلاص يعني بعد شهرين، الايام اقتربت يعني البطوله. طمنا بقى، هل النهارده كابتن محمود جابر وصل للقوام الرئيسي لمنتخب مصر ولا لسه برضو عنده بعض المراكز لسه بيدور وبيشوف فيها؟ لا يعني احنا طبعا هنا في معسكرات الفتره اللي فاتت دي بتبقى قصيره، يعني لمده 10 ايام بنحاول ان احنا نشوف برضو عناصر جديده ونطمن برضو على العناصر اللي كانت معانا، وفي غيابات كانت بتحصل. يعني احنا المعسكر اللي فات ده كان في غيابات، ففي ناس جديده انضمت لينا شفناها وتاكدنا يعني من مستواها. وعندنا معسكر ان شاء الله في شهر 12 الشهر الجاي ان شاء الله، ده هيبقى اخر معسكر بقى ان احنا نشوف اي حد او عنصر جديد او كده. وبعد كده ان شاء الله لينا قبل البطوله في مده شهر دي خلاص هنكون استقرينا ان شاء الله على المجموعه اللي هندخل بها البطوله باذن الله. سعداء لما بتشوفوا عدد كبير دلوقتي من منتخب 2003 وهو بيشارك مع انديته في الدوري الممتاز او ايضا كمان بيتمرن مع الفريق الاول؟ كابتن اسامه يمكن انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان احنا كل لاعب بيوصل للفريق الاول بتبقى سعادتنا احنا وسعداء جدا، لان المستوى بيختلف، الملاعب اللي هو بيتمرن عليها مختلفه، القوه والخبرات اللي بياخدها من اللعيبه الموجوده في النادي دي بتزيدنا احنا كمنتخب، يعني بتزيد اللعيبه معانا ان احنا لما بيجولنا في تطور اكتر يعني. فطبعا احنا سعداء جدا باي لاعب بيوصل للفريق الاول يلعب، ويا سلام لو لعب بصفه اساسيه يعني في الفريق الاول. تمام، الشهر المقبل عندنا معسكر منتخب مصر 2003، طمنا حطيتوا المباريات الوديه ولا لسه؟ احنا في مباراتين ان شاء الله غالبا هيبقى مع زامبيا. كويس. ان شاء الله، ويعني احنا كان عندنا معسكر من 10 ايام بالظبط ولعبنا مباراتين ودي مع بنين، كانت تجربه كويسه لينا، يعني قدرنا ان احنا ندي فرصه لعناصر جديده. كويس. وفي عناصر ما كانتش معانا في البطوله العربيه. يعني كان مع شفت مصطفى مخلوف وهو بيصد ركله الجزاء كان موجود معاكم المعسكر الماضي. لا مش ضربه الجزاء بس، ما شاء الله يعني هو قدم مباراه كويسه جدا المباراه اللي فاتت ولعبها بصفه اساسيه مصطفى مخلوف، وكان معانا كريم دبيس ما كانش معانا برضو في البطوله حقيقة. العربيه واحمد شريف ومحمد فارس من الاتحاد وفارس حاتم دلوقتي العناصر ما كانوش موجودين معانا في البطوله العربيه، يمكن خدوا فرصه وكانوا موجودين معانا في المباراتين بتاع بنين. كسبنا مباراه والمباراه الثانيه كانت تعادل. يمكن حضرتك بتتكلم على مصطفى مخلوف قدم مباراه كويسه رغم ان احنا كان في طرد حصل عندنا ولعبنا العصيم، بس مصطفى من العناصر اللي كانت كويسه قوي في المباراه كل يعني قدرنا نوصل لناس كتير عناصر كتيره بصفه ان شاء الله يعني نستفيد منهم الفتره الجايه، وده في النهايه بيصب لمصلحه منتخب مصر. اخيرا يا كابتن كرم قول لي بقى القايمه النهائيه ان شاء الله اللي هتشارك في البطوله امتى هيتم الاعلان عنها؟ هو زي ما قلت لحضرتك المعسكر الجاي في شهر 12 هيبقى بعد المعسكر ان شاء الله، هيبقى المعسكر الاساسي بقى بتاع البطوله. يعني احنا لينا معسكر ان شاء الله توقف الدوري 2003 هيبقى في شهر 1 14/1 ان شاء الله من الفتره دي للبطوله ان شاء الله هيكون استقرينا على العناصر اللي تدخل معانا مش في القوام الاساسي النهائي يعني. هيبقى ممكن معانا 30 لاعب نقدر نوصل بيهم للقائمه بتاعت البطوله، لان انت عارف البطولات دي بتبقى 21 لاعب. لازم تاخد عدد زياده عشان اصابات اي حاجه. طبعا فهناخد العدد زياده
لا قدر الله حصل اي ظروف يعني خارجه. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن كرم للجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله يعني تكونوا عند ثقه المصريين ان شاء الله لتضعها عليك وتعملوا بطوله كبيره وتقدروا وتفرحوا المصريين كلهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر للشباب.